السلام عليكم. صحة شريفتكم كيما تقولوا. الجو هايل برشا برشا هنايا، جينا من الجزائر أول مرة نحضر شهر رمضان، ربي يبارك ما شاء الله. الجو دوك راه مهبار من اللي يفهم. من ناحية التنظيم ما شاء الله كما قاعدين تشوفوا فما برشا نشاطات، منهم الإضاءة اللي قاعدين نشوفوا فيها، عارض اسطنبيلي، ومن عام لعام نعملوا برنامج متكامل على كبر مدينة تونس العتيقة اللي نلقاو فيه الإضاءة، نلقاو فيه الصناعات التقليدية سواء من الحرفيين نتاع البلغة ولا الشاشية ولا الغوليور، نلقاو عروض موسيقية كما توا قاعدين نسمعوا في اسطنبيلي، ثم المسرح، ثم الرقص الكونتمبوران. هو برنامج متكامل اللي نحاولوا باش التوانسة اللي كي تهبط في رمضان يكتشفوا زادة المدينة بطريقة أخرى، نعملوا مسلك سياحي لكن يكتشفوا فيه سواء عروض ثقافية ولكن صناعات تقليدية وحرفية. ياسر 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 حاجة مزيانة برشا، يعطيهم الصحة معناها على الفكرة هذيا، وإن شاء الله كل عام يطوروها ويعملوا لنا حاجات أحلى وبرشا حاجات واسطنبيلي من غادي، وتشوف الناس الكل محلاها حاسين محلاها تونس الليل في رمضان، وإن شاء الله كل عام تبقى حين خير ومحلاكم الناس الكل. الناس من ناحية التربية والأخلاق ما شاء الله، كارم ما شاء الله، واش نقولوا على تونس؟ تونس ربي يبارك هايلة.